الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك. رئيس البرلمان الليبي يؤكد أن الجيش الوطني يحارب مؤامرة تتجاوز الحدود ويشدد على حل المجلس الرئاسي. كوريا الشمالية تعد سياسات جديدة لتطوير قدرتها النووية. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده بالخير واليمن والبركات. وفي تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي إنه ينتهز هذه الفرصة لكي يقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الشر والإرهاب ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكومة بها على 3157 سجينا من المحكوم عليهم. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة عن 2375 بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن الجيش الوطني يحارب الإرهابيين الذين جاءوا من كل مكان. وقال صالح في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك إن ليبيا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة ونهب الثروات، وشدد على أن البرلمان لن يعترف بالمجلس الرئاسي غير الشرعي. حذر الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب له بمناسبة حلول عيد الفطر من تجاوز سلطات الرئاسة التونسية، مؤكدا أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج، وشدد على أنه لن يسمح لأي طرف بتجاوز القانون أو تجاوز صلاحيته التي منحها الدستور. وأضاف أن تونس ليست للصفقات وستعمل على إعادة الأموال المنهوبة، وهو بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر يعد الطريق السليم لعبور الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية، وشدد خلال خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك على التزام القوات المسلحة السودانية بحماية ثورة الشعب وإنفاذ متطلبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ. ناقشت كوريا الشمالية سياسات جديدة لزيادة ردعها للحرب النووية خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونغ أون. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاجتماع وضع سياسات جديدة لزيادة تعزيز ردع الحرب النووية في البلاد، ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى. We'll be right back.
تفاعلا مع مسلسل الاختيار، ارتدى عدد كبير من المتابعين على مستوى الجمهورية تيشرتات مطبوع عليها صور شهداء ملحمة البرث تمجيدا لبطولاتهم، وشارك المتابعون هذه الصور وهم يلوحون بعلامات النصر في دليل على ما تركته هذه الملحمة من أثار تصيغ أذهانهم ويخلق لهم الفرصة للتعرف على الأبطال الحقيقيين وقصصهم والبطولات التي حققوها للحفاظ على رمال سيناء الغالية وحمايتها من الإرهابيين. انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.